بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومول. أهلا بحضراتكم ورجعنا لكم تاني. في هذه الأيام يستعد حجاج بيت الله الحرام لزيارة الحرم الشريف ولأداء فريضة الحج، ويستعدون كذلك لزيارة سيدنا رسول الله. يحن القلب يا الله إلى حج لبيت الله بناه خليل مولانا وإسماعيل حين صباه. اللهم يسر لنا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام، ويسر لنا زيارة نبيك عليه السلام، اللهم أمين. نقول إيه آية للحجاج اللي رايحين الحرم واللي رايحين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لما بقينا في الحرم. طيب يلا. لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرم قالها لرب وكلمه وارتاح من الآه والألم. سيدنا النبي كان وسطنا طبطب علينا كلنا ومسح دموع المشتاقين، سمع الشكاوي مننا ودعينا قلنا يا رحيم وإمام حبيبك الكريم وقف معانا في اللي جاي واغفر لنا شر القديم وقف لنا ولاد الحلال وارزقنا بالرزق الحلال. كان الأذان هو الجواب وكأنه كان من صوت بلال. الله أكبر من الجميع، امشي في طريقه لن تضيع، خلي التكال دايما عليه واتحامى فيه عطفه البديع. اللي انت رايح للنبي الله الله امانة سلم لي عالي الله الله وقول له في مسكن هنا الله الله طالب ينول نظرة إلي نظرة 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 على الله القابل الله الله أسعد ويدعيني الرسول الله الله للحج وزيارة المقام يا رب بلغنا المراد نظرة 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 الله الله في الدنيا والآخرة سعيد الله الله ويبان عليه نور الرضا الله الله ويحب ربه العبيد نظرة 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 يا رسول الله يا رسول الله نظرة عاشق يشتاق زورة. يا رب نظرة من سيدنا النبي لينا. آمين يا ربنا يكرمنا ويجمعنا في روضته الشريفة ويرزقنا حج بيته الحرام، اللهم أمين. يا رب العالمين.